السادة الحضور، أهلا ومرحبا بكم في بيت الصحافة المصرية في مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر الجمهورية بإصداراتها المختلفة التي جاءت نتاج ثورة مصر العظيمة عام 52 والتي بدأت بجريدة الجمهورية الأم والتي كان بداية إنشائها السيد الزعيم الراحل الخالد الذكر جمال عبد الناصر. وكان أول رئيس تحرير لها السيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتوالى عليها رؤساء تحرير كبار وعظام نهاية حاليا بالأستاذ السيد بابلي. نلتقي في هذا اليوم الذي تعيش فيه مصر لحظة فارقة من مسارها الديمقراطي واسترداد عافيتها بعد مرحلة من الانكسار النسبي التي لم تعتده على مدى تاريخها العريق، وكانت فيه وستكون بإذن الله منارة للشرق وحاضرة للثقافة والحضارة وموئلا للرفعة والسهد بسواعد أبنائها المخلصين. نلتقي اليوم في مؤتمرنا الذي عنوناه الرياضيون ضد الإرهاب، لما لأهل الرياضة من محبة بين جماهيرهم العريضة، ولما تفجر مؤخرا من عنف يقف وراءه بعض من يسمون بالأودرس، وقد ظهر هذا جليا في ملاعب الجونة يوم السبت الماضي، ومن ظهر منهم يوم الجمعة من أولئك الذين وقفوا في شارع جامع الدول العربية يتحدون الإرادة الشعبية ويحاولون استفزاز قوات الشرطة والقوات المسلحة، وذلك منحا خطير لا بد من التصدي له في بواكيره. وهذه هي اللحظة المناسبة لكي تصل أصوات نجومنا الرياضيين إلى محبيهم في البلاد التي احترفوا فيها وفي نواديها بما لهم من أرضية قوية وبما عرف عنهم من أخلاق لا تنتصر إلا للحق والعدل، وبإيمانهم بقضية بلادهم العدل بغية أن تصل صورتها الصادقة إلى رأي عام تشوشت رؤيتهم عما يدور في مصر نتيجة لدعايات مضللة مغرضة لا تبغي سلاما لهذا الوطن الذي ننتمي إليه. حقيقة تحية للرياضيين، رياضي مصر كلهم اللي كان طول عمرهم الحقيقة بيرفعوا العلم المصري في كافة دول العالم، وترفع مع قامتنا هنا ورقابنا ورؤوسنا معهم عندما يحرزون البطولات ويحرزون الميداليات. فكان الشعب المصري وكلنا الحقيقة نفخر بهم ونفخر برياضي مصر كلهم، خاصة اللعبة الرئيسية كرة القدم التي كنا ولازلنا طبعا نعشقها، ومعانا قامات كبيرة في الحقيقة اليوم شرفونا في الخارج سواء كان باللعب في دول أخرى أو بتمثيل مصر في الفريق القومي في العديد من البطولات وفي العديد من الدول. فتحية خالصة لرياضي مصر الذي تبنوا الفكرة وهي رياضي ضد الإرهاب. كل رياضة في نهوض الأمم وتحقيق أهدافها وإرساء مبادئ ديمقراطية ونهج العرف والتطرف والإرهاب إنه مصر أعينك. السادة الحضور، أشعر وأنا أقف أمامكم أمام هذا الحشد من أبناء الوطن المحبين له الحريصين على تقديم كل غالي ونفيس من أجل الوطن ومن أجل المساعدة لمحاربة ومواجهة الإرهاب الغاشم وضرورة رفع هذه الغمة عن مصرنا الحبيبة برغبة عالمة في دعوة الجميع لتتضافر القوى من أجل الوقوف خلف راية واحدة والتأكيد على أن القدرة على عبور هذا المنحنى العسير في مسيرة الوطن سوف يجتازه بمشيئة الله لتوحد الشعب المصري خلف صفوته الحكيمة الداعية للاستقرار واستلهام تعاليم الأديان السماوية الداعية إلى نبذ الفرقة ونفس العنف والدعوة للتسامح والسلام. وحيث أن منظومة الرياضة المصرية يجب أن تقوم على الحب والخير وتزيل التعصب والإحقاد وتقضي على التفرقة العنصرية، فالجميع سواسية في الرياضة والرياضة تقربهم بين أجناسهم وأعراقهم وتنشر التسامح والمحبة بين الجميع. هناك مجموعات من الشباب كانت تخرج لكي تعطل المصالح لفائدة من كل هذه الأفعال أتت بنتائج سلبية على الوطن. إنني أوجه من
من خلال حضراتكم دعوة للجميع أن كل منا عليه مسؤولية. كنا قبل 30/6 نتساءل والجميع يسأل إلى أين نحن ذاهبون؟ ماذا سيحدث؟ وكانت هناك عبارة ترددها كل الشعب المصري أن وضع مصر ليس له من دون الله كاشف. وقد كشف الله الأمة، فأتى الوقت لكي نعمل. الفكرة جت ببساطة شديدة جدا. نحن جزء من هذا المجتمع كرياضيين، ورياضيين عند الشعب المصري لهم محبة خاصة، وفي نوع من التواصل الاجتماعي اللي فيه كثير من الود. وأيضا نحن كرياضيين نهتم كثيرا بالشأن المصري الداخلي وبصورتنا خارج مصر، عكس ما يقال وما يشاع عن أن الرياضيين في واد آخر. لعيبة كرة القدم بالذات صناعة شعبية، وبأكدوا على بشكل عام وبشكل شخصي أن احنا لا ننتمي إلى أحزاب سياسية ولا ننتمي إلى جماعات دينية. أنا بتكلم عن نفسي أنا شخصيا، ولا أنتمي إلى جماعات دينية ولا أحزاب سياسية. الحزب الواحد والأوحد بالنسبة لي اللي بنتمي ليه دايما وأبدا هو حزب الشعب المصري، اللي أنا منه وهكون منه وهعبر عنه في كل الأحوال. وفي نفس الوقت كمان لو كان لي أي آراء، سواء كانت آراء سياسية أو وطنية أو ثورية أي إن كانت، ما كانتش عمرها ما هتكون آراء لصالح أشخاص أو لصالح مؤسسات، إنما هتكون آراء لصالح الشعب المصري. فده اللي أنا عايز أكتبه. الحقيقة كل التحية من قبل ومن بعد للشهداء من الشعب ومن الجيش ومن الشرطة الذين لولا دماؤهم ما كان لقاؤنا، ولولا تضحياتهم ما عادت مصر إلى مصر. الآن نحن نتضامن مع حملة الإرهابيين ضد الإرهاب، صحيح، لكن ينبغي الرياضيون ضد الإرهاب عفوا، لكننا في لحظة نفسها ينبغي أن نحتفي بعودة مصر إلى مصر. هذه العودة التي تمثل في حد ذاتها ركنا كبيرا من أركان الانطلاق نحو مصر التي نحلم بها، مصر التاريخية، مصر حاملة الحضارة وحاملة النهضة وحاملة الرسالة الإنسانية إلى العالم. التقيت أو في اتصال تليفوني مع بعض الأصدقاء الأجانب، فدعوتهم لزيارة مصر. قال أحدهم في اتصال طويل: كيف نزور مصر وكل شاشاتكم عليها اللوجو الخاص بمصر تحارب الإرهاب؟ أنتم تقرون في كل لحظة أن مصر تعيش في ظل حالة الإرهاب. فلفت نظري إلى أهمية أننا ينبغي أن نضع الأمور في نصابها الصحيح وفي حجمها الصحيح إعلامياً وسياسياً وعلى المستوى الشعبي والتنفيذي أيضاً. مصر كانت تواجه ما هو أخطر من الإرهاب حينما تبوأ هذا الإرهاب سدة الحكم في مصر واعتلى كرسي العرش ظلما وبهتانا، وأراد لجماعته أن تمتطي الدولة المصرية. ولكي تكون الجماعة أعلى من الوطن لابد من تفكيك الدولة وتفكيك مؤسساتها التي تمثل الأعمدة والأركان الأساسية التي تحمل هذا المجد العظيم، مجد مصر.
نحن بنقول ان احنا كلاعبين كره القدم احنا مدمنين لهذا البلد، مدمنين ان الشعب ده ادانا من ماله، ادانا شهره، ادانا حب، واحنا من داخل مندمجين بشكل كبير جدا داخل هذا الشعب. وانا بتكلم او بستغل هذا المؤتمر ان انا باكد الكلام دوت، بتقسم على كل يمكن الفتره اللي فاتت كان فيه اختفاء شويه، وباكد ان احنا موجودين، بناكد ان صوتنا عالي مع الشعب، مع الشرطه، مع الجيش، بناكد ان احنا كرياضيين وخاصه لعيبه كره القدم، انتوا عارفين كلكم يمكن الكلمه بتاعت لعيب الكوره مع احترام طبعا للسياسيين بتكون ليها تاثير اوسع وتاثير اقوى جدا على المواطن العادي المصري الطبيعي البسيط.